هب الجنوب كله في وجه الإسرائيليين، واستطاع مقاومو الحركة تنفيذ سلسلة من العمليات الجريئة والبطولية، كما حصل في بلدة دير قانون حين اقتحمت مجموعة من المقاومين على رأسهم القيادي الحركي البارز داود داود موقعا عسكريا إسرائيليا ضخما، وحررته لساعات عدة ورفعت أعلام الحركة فوقه. ونتيجة تلك الضربات والخسائر الجسيمة التي تكبدتها، اضطرت قوات الاحتلال عام 1985 للانسحاب من قرى صيدا وصور والنبطي بشكل تدريجي. فحققت الحركة نصرا كبيرا، فالتفت الجماهير حولها، وتحول رئيسها نبيه بري إلى رمز وقائد للمقاومة، فامتلك شعبية هائلة قل نظيرها في لبنان، حتى ذاع صيته خارج لبنان وبات محط الأنظار. وراحت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والعالمية تتسابق لنقل أخباره وأخبار الحركة.